تعدي يعني ومش عارف ايه وكذا، انت كنت متصور ان انا كان احترامه في قلبي اكتر من احترامك، او ان انا كان حبي ليه اكتر من حبي ليك اطلاقا؟ انت بالعكس، انا كنت مش كنت لما كنت مثلا انا بعمل حاجه غلط ولاقيك بتسامحني، انت كانك بتضرب سكينة في صدري. ما تخيلش دي كانت بتقولين ازاي اكتر مليون مره انك تقعد تفرقني ولا تقول لي مش عارف ايه ولا سبحان الله. تذكرت فعلا ان احنا بنفكر وقلنا عادي نكرر مش اول ابدا من كلام ربنا، وان ازاي ربنا يؤكد على فليعفو ولا يصح ولا تحبون ان يغفر الله لكم مهما كانت الجريمه، وازاي ربنا يؤكد على سبحان الله ان خذ العفو وامر بالعرف وعرض عن الجهل، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاثه اقسم عليه ما زال الله عز وجل عفو الا عزه. ما تتخيلش ان العفو ده هينتقص من قدرك اطلاقا، مش هيزيدك الا عزه. وانا كان تصوري ايه؟ عكس كده، وكانت المشكله ممكن تتحل ببساطه خالص لو انا قلت لا، قلت له لا بتصور صاحبي بتصور ربي. فايهما اولى من ان يطبق؟ واضح؟ يعني عايز اقول لحضرتك كده ان احنا محتاجين، معلش استفدت قوي في النقطه دي، بس دي محور مهم جدا من محاور التدريب. ان انا عايز حضرتك بقى تفكر في حياتك من فين بقى؟ انت خالص حوار ان انت ايه؟ انت اللي تمشي حياتك. طب ليه؟ ما انت عندك حاجه، عندك حد مفيش اعلى منه، صح؟ ده هو اللي خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صح؟ عندك حد مفيش اكثر خبره منه، ده اسمه الخبير، صح؟ عندك حد مفيش اكثر حكمه منه، صح؟ ده اسمه الحكيم، يضع الشيء في موضعه. عندك حد ما يحدش هيحبك زيه، يعني لا تقول لي ابوك ولا امك ولا اخوك، محدش هيحبك زي ما ربنا بيحبك. عندك حد منعم تفضل عليك وانعم عليك انعامات الدنيا كلها ما انعمتش عليك ذره منها، صح؟ بلا مقابل. حد دفع، انت دفعت عشان عينك، دفعت عشان ودنك، دفعت عشان بتتكلم، حد دفع. انت ليك مثلا جه عند ربنا ولا حاجه خليتك قلت الكلام ده، انت قدمت شيء مقابل هذا الكلام؟ لا، صح؟ يكون عندي عليم خبير الحكيم، يكون عندي الودود سبحانه وتعالى اللي بيتودد الي بالنعم ليل نهار، لما يكون عندي الرحيم اللي ارحم بيا من امي، بالله عليكم لما يكون عندي كده، ازاي باي منطق واي عقل انا افكر اعيش حياتي بعيدا عن تعاليمي، بعيدا عن كلامي؟ ما ينفعش، صح؟ طيب خليني بقى يعني انطلاقا من هذه النقطه ارجع للموضوع بتاعنا. احنا بنقول رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الا ان لله في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها فلعل احدكم ان تصيبه نفحه منها فلا يشقى بعدها ابدا. حديث صحيح في ابو داود. ركزوا معايا شويه. الا ان لله في ايام دهركم لنفحات، النبي سماها نفحه. النفحه دي تاتي على غير استحقاق مني، يعني حاجه انا ما بدلتهاش جايه، تمام؟ انت ما خدتش بالك من حضرتك النبي بيقول الا فتعرضوا لها؟ تفهم مين العباره دي؟ تفهم مين العباره دي؟ احسن تفهم مين عبد الرحمن العباره دي؟ تسعه وتسعين انا خسران. انت جاي بميت فضل مش هتنفع. رمضان في 60 فرصه اكثر من ايران، ان شاء الله مش فرصه، لا يعني هيكون ان شاء الله حديث على 60 فرصه. عشان لو بنيت واحد تبقى ثانيه. تمام؟ رمضان في مغفره للذنوب المتغزله مش هتفوتني. رمضان في فرصه ان انا ممكن اختم قد كده مش هتفوتني. رمضان في فرصه من قام رمضان ايمان احسن من صام رمضان مش هتفوتني. رمضان فيك مش هتفوتني. واضح؟ ده منطق. ما
ينبغي هتعامل بيه مع مواد من الخيارات. عشان كده بتستغرب قوي لما الاقي واحد مثلا النهارده يوم عاشوراء هو قاعد قدام التلفزيون وبيشرب كلب وبيشوف الماتش طول. ايه يا عم دي مفترض حضرتك تتعرض لها مش بس تهتم بيها. واضح مش تهتم بيها وخلاص، لا تتعرض لها. الا تتعرضوا لها ليه؟ فلعل احدكم ان تصيبه نفحه منها. مش عارف بحس كده بريح طيبه جايه من الكلمه دي. فلا يشقى مثلها يا رب يرزقني واياكم يا رب كل السامعين ويرزق كل المسلمين. تخيل كده اخر يوم رمضان نكتب اسمك فيهم ونفتكر ومنها الميراث. كان انا مش عارف ازاي بتهزني قوي كلمه الاسف من الهرم دي. بتهزني من اكتر حاجه انت خايف منها في حياتك. تخيل يعني عافانا الله واياكم حضرتك مرات المريض مثلا بداء الكبد وانت عارف نهايتك ايه. ويجي واحد يقول لك اتفضل لسه مريض من الكبد. اتفضل مش هتموت. الكبد حاجه بس بقرب بيها المعنى. متخيل؟ أكتر حاجة أنت خايف منها ومرعوب منها وشغلاك قدامك فرصة عايز تستفيد من جرائك. عارفين زي بتاعة البراءة كده بالظبط. حديث الصحاح الشيخ الألباني من صلى الفجر 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرات الأولى، وفي رواية من صلى الصلوات الخمس 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرات الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. الله أكبر. أنت بعد 200 صلاة أنت بريء من الخلق. إذا هي دي حاجة سهلة؟ هي سهلة وعادية على اللي مش واللي عايش خلاص. واللي بحكي لكم عنه اللي هو واقف هنا وقاعد النظر هنا كده. قاعد النظر فيه، كل اللي هو عايشه. كل لازم لو بتفكر بيها عايش اللحظة دي. لو مش عايش اللحظة دي. بالعكس. ده عارفين؟ ده أشقى واحد في اللحظة دي. انا متخيل ان انا النهارده مثلا لما اقضي اليوم بقى كده عيش على مزاجي ان انا كده اقدر واحد مستمتع باليوم ده اطلاقا. والله متعتك ابدا ما تيجي ذره من متعه واحد اليوم ده قضاها صلى الفجر قاعد جالس في الشروق قرا شويه قران كده بحضور قلب قال اذكار الصباح والمساء بحضور قلب يعني مش ممكن ابدا ما تحاولش تقارن. يقول لك لا اصل ما جربش. ولو جرب يعني ما جربش انه يبقى جاي الكليه النهارده وهو محتكم وخارج من بيته كده انا خارج محتسب. وانا برايح مثلا عيادتي وعندي مش عارف في المستشفى 300 عيان تعبانين مش عارف ممكن اروح عادي هروح وهشتغل وهتمرر زي اللي هتمرر بس انا محتسب. البغي دخلت الجنه وغفر الله لها ذنوبها انها دفعت الم العطش باخلاص عن كلمه. تخيل انت مثلا كمهندس مدني لما مش عارف تظلل كان مسلم ومش عارف او كان انسان احتسب الكلام ده. هي عيشة زي العيش لتكون في الأمر في الأمر في الأمر من الله ملاك. عايز أقول إيه؟ عايز أقول لحضرتك رمضان فرصة ما ينفعش إن إحنا نقول إيه؟ إن شاء الله إحنا في رمضان إن شاء الله نصلي مع اللي يصلي ونصوم مع اللي يقوم وإن شاء الله نصوم مع اللي يصوم. لا أنت المفترض تبقى داخل التارجت بقى بتاعك 100% استفادة. 100 لن يسبقني الى الله احد. سباق بدا. الا فتعرضوا لها فلعل احدكم ان تصيبه نفحه منها فلا يشقى بعدها ابدا. انا كنت دايما احب اقول ايه؟ عارفين ان مشكلتنا مع مواد المخدرات ايه؟ مشكلتنا ان احنا دايما بنبص لها نظره المستكبر. او دايما بنشوف ان احنا حد بيزود حسناته كويس. هذا رب كتير. حضرتك عندك 2 مليون جنيه عايش الحمد لله في رغم العيش مش عارف الهم حاجه خالص بس ما عندكش ادنى مشكله بتاكل وتشرب وعايش حياتك. واحد خبط على بابك انا عندي شغلانه حضرتك ممكن تشرب مليون جنيه معلش الظاهر ان انت مش انت خبطت على باب الغلط انا مش محتاج مش مشكله زود رصيدك هي تاني نفسي واغلي نفسي انا مش محتاج اي حاجه يا عمي. طب فكر تاني ما فيهاش تفكير انا الحمد لله مش محتاج. واحد تاني
خبط على الباب نفس الشخص الاول بالضبط نفس حجم المنزل. قال له تعالى زود. قال له خلاص ماشي هاجي معاك ايه ازود مش مشكله، بس خلي بالك احنا عندنا بروتوكولات جايد لاينز مفضل. حضرتك هتشتغل الوقت الفلاني هتعمل كذا كل حاجه من كل معيار حضرتك تنقصه يعني نقص من ايه؟ من 200 جنيه بتاعتك. قال له مش مشكله انا جاي كده ايه؟ حلواني مش مشكله خالص عادي. يوم ياخد له 50%، يوم 75%، يوم 30%، يوم 20%. قال لك مش مشكله 250,000 جنيه خدتها اخر الشهر مش خسران. تمام؟ الصوره الثالثه بقى مين حضرتك؟ انا موظف البنك الفلاني في ايه؟ انا جاي احجز على ملاكك. ليه؟ انت مش واخد بالك ولا ايه؟ انت مديون ب 3 مليون جنيه. ازاي؟ لا لا انت بتهرب، انت اكيد جيت مكان غلط. لا حضرتك بيني وبينك متحاسب، اتفضل في يوم كذا سحبت كذا في يوم كذا في يوم كذا، ما حضرتك مش منتبه لحسابك. تعال نشوف حضرتك. وانا فعلا مديون ب 3 مليون. بعدها بربع ساعه اتفضل عليك واحد عندي فرصه شغل لمده شهر مليون جنيه. مستقبل ازاي؟ حبيبي طوق المجال. بص لو هتمرمطني اتمرمط. اه بص انا اعمل كده. حاضر حاضر. يروح الشغل بلاش قبل ما عاد نص ساعه يبقى رايح مش خايف يتخصم منه جنيه لانه حاسس انه في امس الحاجه للجنيه ده هيموت. بص دي الرساله. واحد يجي علينا مرات ما مش حد فاهمين ده انا مسلم. طب احنا انت والله انت هتاخدنا كده والحبايب تعالى نخش الجنه مع بعض. بس ما فيش لا كلمه ساعه مش عارف ايه ان شاء الله بقى لما اتجوز ولا لما اكبر انا ما ابقى السبحه والمصحف والجنه وريش حاجه كده بس انا مش شويه كده في شباب مش محتاج حاسس ان هو مش محتاج الاولاني والثاني وده بقى حل اغلبنا. رمضان اهلا وسهلا حاجه انت خالص ان شاء الله انا هكون منين وهكون رمضان بعد مثلا خمس ست ايام وهعمل مش عارف ايه كويس خالص اهلا وسهلا مش مشكله داخل رمضان على اني ايه بزود رصيدي. لا ما ينفعش انت لازم تكون الثالث عشان ما تعرفش مني. خليني اقول لك تقريبا كلنا لازم نكون الثالث ولو اعتقدت ان انت مش الثالث يبقى انت بتضحك على نفسك. وعشان كده انا بقول انك تعمل كشف حساب اليومين دول. اعمل كشف حساب شوف كده يا ترى هي الظروف قليله لدرجه انت مش خايف منها. شوف كده يا ترى هي الحسنات كتير قوي 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 لدرجه انت خايف منها قوي. هو الموضوع سهل وبسيط خالص. العقوبه بتاعته مثلا حد تود ها هو الثواب ده قليل قوي قوي لدرجه ان هو مثلا بيتكلم يعني الفرق كده حقك كده اعمل كشف الحساب ده. لا انت ما ينفعش تبص للموضوع الا انه طوق من الجنه. انا في البحر في عضو البحر المتوسط بغرق عمال ابص كده وكده مش زي اي حاجه خالص. مره واحده واحد من فوق بيقول لي ارمي لك صوت. انا احساس الصوت ده بالنسبه لي هو ايه؟ حياتي. حتى بنسميه صوت ايه؟ نجاح صح ده حياتي. ما ينفعش ابدا افرط فيه. ما ينفعش عشان كده كان واحد في شريط ابن عجلان واحد من ثلاث كلمه كبيره قوي يقول ما رأيت مثلا من مؤمن في الدنيا إلا كرجل على خشبة في عرض البحر يظل يقول يا رب يا رب حتى يصل الشرق. هو ده من بالظبط يقول حاسس ان البحر من طرف الأموال وكده مش وأي ما يشوف خشبة يتشبث فيها يقول ماسك فيها هي حياته صح لغاية ما يوصل الشرق. عشان كده بقى زي ما بيقولوا ايه؟ التصرفات لا ينبغي ان تكون بمنأى عن المآلات. يعني ايه يا برنس؟ التصرفات لا ينبغي ان تكون بمنأى عن المآلات. يعني لازم تصرفك قبل ما تتصرفوا، ده الفرق بين واحد والتاني على فكره. واحد بيتصرف يشوف اخرته ايه التصرف ده؟ ويديني الفيلم. واحد ببلطك في المدرسه اخرتها ايه؟ هتمرر برضو ايام الامتحانات دلوقتي احسن بمرر كده جزئي احسن بمرر كلي. انا عادي ما تزعلوش مني اسف يعني مدلول وزي مش عارف ايه عشان خاطر حد يقول لي كلمه ولا واخش في الدخل كرامتي في امتحان واطلع متوتر ومش عارف
لما ليه بنقول واحده واحده كده تصرفاتك يا ريت ما تكونش في منقى عن مقالاتها، نشوف هي توصل فين في النهايه. عشان كده بقول لحضرتك شوف انت هتتعامل مع الاموال ازاي، وبناء على ان انت لو تتعامل مع الاموال شوف مقال التعامل ده ايه، هيوصلك لفين في النهايه، هيوصلك فين، وبناء على حضرتك تعامل مفيش مشكله خالص. انا عايز اقول يا جماعه انا كنت احب اسمي مواسم الخيارات احب اسميها فرصه عمر. عارف فرصه عمر ليه؟ لانها مش تتكرر تاني. هو في رمضان بتاع السنه اللي فاتت هيرجع تاني، اللي جاي السنه دي رمضان غيره، رمضان غيره فعلا، لما يجي السنه اللي بعدها رمضان غيره، فدي فرصه عمر مش تتكرر الا واحد في العمر. ترى مين هيفوز؟ شكرا سبحان الله. كان لا يعني دايما يقول لك ابدا وعينك على النهايه. كان سبحان الله يعني بعض السلف كان يجي في اخر يوم من رمضان يقول ويلي، كان حسن وسيم يقول ويلي من المقبول في المهمين ومن المقبول هي كده. فانت شوف اليوم ده هتبقى انت فين بالظبط. شباب انا عايز اقول انا اتكلمت كده عن نقطه ان ايه تغيير مهم. نقطه ثانيه اتكلمت عن قد ايه رمضان مهم، قد ايه رمضان ده حقيقه ما ينبغيش ان هو ينظر له كده على انها حاجه كده احنا بنسميه كده مزارات خلاص. عايز اتكلم بقى عن اللينك ما بين ده وده، ازاي تغيير لحظه رمضان. ماشي، هو انا كنت محضر باور بوينت طبعا. ايه الظاهر ان انا يعني كمان مش كده بقى اطلاقي ولا حاجه، او الظاهر في حاجه توجيهات حضرتك مش طيب. بس انتوا معايا؟ فاهمين؟ احنا المحور الاول قد ايه تغيير مهم، المحور الثاني قد ايه رمضان مهم، المحور الثالث ازاي التغيير ده هيحصل في رمضان. ماشي؟ الجماعه علم النفس بيقول ايه؟ بيقولوا ان الانسان لو جرب حاجه من 6 ل 21 مره تصير له عاده. ماشي؟ لو الانسان جرب حاجه من 6 ل 21 مره تصير له عاده. انا اللي بعد فور البشاره ده استثرت عليها فكره ان الناس مش واخده بالها ان تغيير نظام حضرتك مش هو النظام ده اللي راح. لا، الناس مش قادره تاخد بالها ان ربنا كسر لنا الشماعات عشان يقول لنا ما لكوش حجه تتغيروا. عشان كده قعدت افكر ساعتها في موضوع التغيير ده. وقعدت ابص كده، طب انا عايز اوصل رساله لاخواني لاخواتي المسلمين، عايز اوصل لهم رساله، عايز اوصل لهم لازم يتغير. بس هم عندهم مشكله، ايه المشكله؟ ايه اكبر مشكله في التغيير؟ حد يعرف يقول لي ايه اكبر مشكله في تواجهك عشان تتغير؟ انا مثلا انا اتفضل. ايوه اتفضل. انت نفسك يعني؟ جميل. عندك كده حد تشارك؟ بس مش بطار المصري. حد تشارك؟ انت شايف ايه اكبر مشكله في طريق التغيير؟ حد عقد ايه؟ عايز حضرتك قول انت من وجهه نظرك ثقه في ايه؟ ثقه في نفسك انك تقدر تغير. احسن رابع دين احسن قلت ايه؟ أنا ممكن أخلص الكلام ده في واحدة؟ لا شك في بالظبط، أحيانا ليه؟ عشان كل الأسباب اللي حضرتك بتقول كده. فعشان كده بقيت يا إما أنا أخلص يا إما إني أحط حاجة شماعة معلق عليها دي مش عايز أغير، بس بص أنا ما حدش عايز أغير. بس أنا ثقة في نفسي من عدم. بس بص انا مش عارف اقول ازاي، احب والله مش عارف اقول ازاي. ده في شماعه تمام؟ عشان كده المشكله الاساسيه في التغيير الاحساس مش الاحساس. ده وضل عندنا انه بقى اعتقاد ان التغيير ده صعب. وتوصل في احيان اللي يقول التغيير ده ايه؟ مستحيل. عشان كده فكرت ساعتها وقلت ايه؟ قلت انا هسمي المحاضره تيسير التغيير. عشان اقول لحضرتك ان التغيير ده مش صعب، ان التغيير سهل. وانك تقدر تتغير تمام؟ معلش تحليل المعادله دي نقطه خلينا نسال مثالين من الواقع. المثال الاول خلينا نبرر شويه
هنذهب كده إلى عالم الحيوان وتحديدا مع مخلوق